نتمنى من الله سبحانه وتعالى لأن نبقى نشوف البطولة المغربية بهذا المستوى. اليوم استمتعنا بالكرة بالإيقاع لو سوسبانس حتى الأخير ثانية. أشرف بوزدفى في الغالب هو اللي غينفذ الكرة. أشرف بوزدفى من اللاعبين اللي كيتميزوا بالتسديد القوي والمباشر من مسافات بعيدة. غنشوفوا واش غيكون التسديد أو غتكون اللعبة مع معاد السنة. أشرف بوزدفى تبيلة قوية. قلت لكم على أن أشرف بوزدفى كيتميز بالتسديد القوي بالمسافة بعيدة. أشرف بوزدفى اللاعب السابق لنادي دينا قونطري بطريقة جميلة وأروع تسديدة حرة مباشرة في الزاوية 90 الزاوية البعيدة ديال الحارس السعبيلي البونا ما كانتش تغطيها بشكل مناسب ما كانتش تنسق ما بين حائط الصد والحارس. وأشرف بوزدفى كيف تتح التسجيل لصالح وجود خبطة في الدقيقة الثانية 37 ثانية. شريدو بلال البونو اللي كانوا حاضرين وفقة معسكر المنتخب الوطني الأول اللي المفروض يكون تحت قيادة هشام الديك لكن مسيرة جميلة 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 رائعة من عزيز بوغال. عزيز بوغال ثواني قليلة على الدخول ديالو في هذه المقابلة كينطلق بطريقة جميلة موهب اليمنى سدد باليسرى وخبزات كيتقدم بهدفين دون مقابل على حساب دينا القنيطري. عزيز بوغال من 8 دقائق في دكة الاحتياط في أول لمسة ديالو بعد الدخول إلى أرضية الملعب موهب اليمنى تقدم وسدد باليسرى ومن بين الأرجل ديال الحارس بلال البونو إيقاع كيتابع اعتماد مصطنب من فريق دينا على خط اللعب طاير أسان بحث سرعة على تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول أو تسجيل هدف على عطاش بلال. جميلة رائعة بطريقة خيالية ولا أروع اللاعب سيان الحليوي موهب اليمنى ومدفع بالرجل اليسرى ديالو كيقلص الفريق. قلت قبل قليل على ان دينا قونطري غيقلب على الاقل على التسجيل ولو هدف قبل نهايه الشوط الاول لكن الحلمي كسر باليمنى سدد باليسرى مدفع محمد شريدو في المكان المناسب. الحلمي كيلعبها جميله برافو. الدفاع كيتسدى الاولى كيتسدى الثانيه كيحافظ على التقدم وسدى خبازات رائعه جميله كما كنقولوا التنسيق ديال السدده مباشره. الحلمي غيسدها قوية كتصدى لها الدفاع واللعب الوكالي قوية رائعة من حسام عقداوي على غفلة من الجميع حسام عقداوي كيسددها كيحسن النتيجة لصالح دينا القنيطري كيعدل النتيجة هدفين مقابل هدفين. دينا القنيطري كيعدل النتيجة عن طريق اللاعب حسام عقداوي. الثالث لصالح خبازات بسرعة دينا القنيطري عدل النتيجة جوج وبسرعة وسود خبازات كيبدو على لاعبي دينا التقدم وسود خبازات ثلاث أهداف مقابل هدفين بسرعة في الوقت اللي دينا القنيطري عنده واحد الدفعة معنوية تمكن من التعديل جوج عن طريق حسام عقداوي على غفلة من الجميع. بوغال عند كوسي عند طيبي وجه لوجه أمام بلال البونو ما كيتغدش كيسجل الهدف الثالث لصالح أسود وخبازات. الحليوي بختوس طويلة بختوس سريعة تعادل جميل ورايع لعبة جميلة ما بين الحليوي وبختوس. بختوس عند مصطفى رافو ورافو كيعدل النتيجة 3-3 ما بين دينا القنيطري وأسود الخبازات. الكرة بوزدفى طويلة لكن تصدي بلال البونو كانت طويلة ودخلت إلى عين بلال البونو ودفاع دينا. طيبي غيسدد تدخل الدفاع سعد الله حاجبي كيعطي التقدم لصالح عثمان خبازات على بعد اقل من دقيقتين حوالي دقيقة على نهاية الشوط الثاني والمقابلة وسود خبازات كيسجل الهدف الرابع. ضغط كبير وتقدم الحلاوي في العريضة كتحرم دينا من تعديل النتيجة كانت جميلة من الحلاوي لكن العريضة الحلاوي شريدو ممتاز
الطايبي كيبعدها لوكالي تدخل الدفاع مغنوس او كوسي عند لاعبي ديال تناس مقتوس ثلاث ثواني بين البولو ما بقاش كثير بولو كيسد بولو كيسد وكضيع ونهايه المقابله نهايه المقابله بفوز وسنا خبازات باربعة اهداف مقابل ثلاثه على حساب دينا قوطي مقابله مثيره. نتكلم معكم في هذا البث المباشر عبر فاز سبور في التصوير محمود السعودي في التعليق المدقشيني ونضرب لكم في وقت لاحق ان شاء الله. هشام الدقيقة تقييم ديالك هذه المقابلة اللي كانت قوية ما بين نادي ديال القنيطرة ونادي أسود خبازات لعبت واحد الندية كبيرة لغاية آخر التوالي، شنو هو التقييم التقني ديالك لهذه المقابلة؟ وكما شرط ليه أنه الحمد لله أنا تنتبع المباريات ديال البطولة، يعني الهدف هو متابعة اللاعبين ماشي إعطاء يعني تصريحات مباشرة من بعد الماتش، لكن هذا الشيء اللي شفت اليوم هو اللي خلاني أنني نعطي هذا التصريح باش نهنأ هاد الفريقين. نتمنى من الله سبحانه وتعالى لاني نبقى نشوف البطوله المغربيه بهذا المستوى لا الفريق دينا ولا الخبازه. اليوم استمتعنا بالكره بالايقاع لو سسبانس حتى الاخير ثانيه، مستوى رائع ديال اللاعبين ديال حراس المرمى ديال المدربين، هذا الشيء اللي بغينا خصنا نوصلوا لهذا المستوى هذه، لان اليوم احنا ابطال افريقيا وكنلعبوا على مستوى عالي في كاس العالم، الا ما بقيناش بحال هكا راه فريمون غادي يمشي لنا كل شيء. دونك فيليسيتاسيون لهاد الفريقين وفيليسيتاسيون لكم حتى المتابعه ديالكم على الفجر. ميرسي.